إلى عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا. يعني يا عبد الستار، ما هي أبرز المستجدات وما هي الحقيبة الهامة في المفوضية الأوروبية التي تسعى أثينا للحصول عليها؟ تحياتي إليك هاجر وإلى السادة المشاهدين. بالفعل بعد انتخاب رئيسة المفوضية الأوروبية، الأنظار الآن تتحول إلى اختيار حقائب المفوضين من دول الاتحاد الأوروبي. اليونان، والتي لعبت دورا مهما خلال فترة انتخاب رئيسة المفوضية الأوروبية، يعني تسعى إلى دور مهم ودور فعال في أن يكون لها حقيبة مهمة في الاتحاد الأوروبي، بناء على يعني التقدم الذي أحرزته اليونان كما قال ميتسوتاكيس، وموقع اليونان الاستراتيجي في شرق البحر المتوسط. ميتسوتاكيس قال خاصة يعني الآن مع ما يحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن نكون سازجين بشكل إذا لم تعتمد الاتحاد الأوروبي أو يعتمد الاتحاد الأوروبي على نفسه، وأن تكون هناك يعني استقلالية تامة عن سياسة الاتحاد الأوروبي. ولذلك هناك معلومات تفيد أن اليونان تسعى بتعيين وزير أو شخصية سياسية مهمة من اليونان في كمفوض للاتحاد الأوروبي. ربما تكون هناك حقيبة جديدة يعني تحكم البحر المتوسط كما قال ميتسوتاكيس، أو المتحدث باسم الحكومة اليونانية الذي قال اليوم أن اليونان يعني تسعى إلى في هذا الأمر. وعندما يكون هناك تحديد هذه الشخصية سوف يتم الإعلان عنها. أشير إلى أن ميتسوتاكيس كان أحد المفاوضين الرئيسيين في إعادة انتخاب رئيسة الاتحاد الأوروبي أو رئيسة المفوضية الأوروبية. ولذلك اليونان أيضا تقول أن موقعها الجغرافي هنا في وسط البحر المتوسط وأيضا في جنوب شرق أوروبا، ويؤهلها أن تكون يعني تحصل على حقيبة مهمة. أشير أيضا هاجر إلى أن الإصلاحات التي قامت بها اليونان في السنوات الأخيرة، إصلاحات اقتصادية وإصلاحات سياسية، جعلت من اليونان أن تكون يعني قوية داخل الاتحاد الأوروبي، ولذلك تسعى إلى أن يكون لها يعني موقف مهم وجاد خلال الفترة المقبلة. نعم كان هذا كل ما لديك من أثينا.